أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من أنكر تلبس الجني بالإنسي؟ هذا جاهل ومخطئ، لأنه أنكر ما لا يعلم. قد قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم. فالإنسان يتبع النصوص، ما دلت عليه النصوص يؤمن به ولو لم يدركه بعقله، لأنه لا يعلم كل شيء وعقله لا يتسع لكل شيء، فعليه أن يتبع النصوص الواردة ولو لم يعقلها أو لم يعرف ما تدل عليه، لأنه قد يكون من الشيء الذي لا يعلمه إلا الله، أو من الغيب، أو من الشيء المستقبل الذي لم يحصل بعد. فلا يستعجل الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فالواجب التسليم على المسلم. فإذا صح الدليل عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للإنكار أو التأخر أو التساؤل، لأن هذا معنى الإيمان. نعم. معنى التسليم. بعض الناس يقول: لا بد أن أقتنع. نعم. يقول له: الاقتناع بالأدلة. الذي لا يقتنع بالأدلة هذا ليس بمؤمن. فمن بلغته الأدلة صحيحة ثابتة عن الله وعن رسوله ولم يقتنع بها فهذا ليس بمؤمن. المدار على ثبوت الأدلة، فإذا ثبتت الأدلة فالمؤمن يقتنع. نعم.